What's your name? My name is Faisal. I speak English. Faisal goes west. هو فيلم دراما قصة أسرة بتجي من السودان لأمريكا. وهذه القصة قصة عالمية. And you're coming from Sudan. Is it Darfur? No, no, no. Not Darfur. Khartoum. Khartoum. Capital. أمريكا سياسياً حط بلاد مثل السودان في قوائم الدول اللي بيساهموا الإرهاب. وعامة الصورة تجي من بلاد مثل السودان عبر الإعلام صورة في أمريكا بالذات يعني صورة سلبية جدا. نتمنى ونرجو عبر الفيلم أن نشجع صورة إيجابية. الفيلم هو موجود هنا في مهرجان كان في الشورت فيلم كورنر. هو قسم للمهرجان متخصص في الأفلام القصيرة وفي تشجيع النتوركينج وتعرف يعني الفنانين الشباب على بعض.